بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي. فيديو جديد نتكلم باذن الله عن بعض المصطلحات سهله جدا. نبدا بالجيومتريك جيومتريكال ايزومرز. اتفقنا الايزومرز هي مركبات متشابهه في الصيغه المولكولار فورمولا، نفس عدد الكربونات الهيدروجينات الصيغه الجزيئيه، لكن تختلف في التركيب. لكن في حاجه اسمها ايه، بيقولك لكن لو اختلفت لها نفس المولكولار فورمولا، لكن ديفر، دايما نبص بعد كلمة ديفر، ديفر تختلف في الايه، في التركيب، في الارينجمنت، يبقى اسمها جيومتريكال، تختلف في الايه، في ترتيبها. طيب خليني اعدي ديز وبعدين نوصل لبعدها. لو قلنا نفس المولوكولر فورمولا لكن ديفر، تختلف في البوزيشن، او نلاقي كلمة بوزيشن اختار بوزيشنال ايزوم. طب نفس المولوكولر فورمولا لكن تختلف ديفر، يعني تختلف في الفانكشنال جروب، يبقى فانكشنال ايزومر. طب تختلف في الديفر هنا في السكيليتال، السكيليتال يعني السكيليتون، السكيليتون الهيكل بتاعها، وعبارة عن كربون وهيدروجينات فقط، هي اللي تشين السكيليتال، تشين اللي هي سلسلة يعني. تمام، في واحدة بقى الاوبتيكال، دي شبه اللي فوق، تختلف في الارينجمنت، بس زايد عليها كلام ان هي روتيت، بتعمل إدارة للضوء، روتيت روتيشن للضوء، ده هناخده في الكيمياء الفراغية، اسمها أوبتيكال، ضوئية. تمام، أوبتيكال أيزومرز يعني ضوئية. طيب في حاجة اسمها الكايرال كربون، هي كربونة تمسك أربع ذرات مختلفة، فور ديفرنت أتوم، نفسها اللي تحتها، نفس السؤال بس العكس. الكايرال مولكيول او كايرال مولكيول هي اورجانيك كومباوند، فيها ايه، الكايرال مولكيول هي مركب فيه كايرال كربون. طب هنا السؤال اللي بعده، الاورجانيك مولكيول اللي فيها كايرال كربون بتبقى اوبتيكالي اكتيف، اي حاجه فيها كايرال كربون بتقدر تلف الضوء اوبتيكال زي الفل. طيب المركبين دولت ايه علاقتهم ببعض، لو عدينا الكربونات والهيدروجينات والاكسجينات قد بعض يبقى هما ايزومرز، مختلفين في التركيب، في الستراكشر، يعني الاكسجين هنا في النص وهنا على الجنب. تمام، دول ايزومرز. لو عايزين نعرف نوع الايزومر اسمه فانكشنال، لان دي فيها او اتش الكحول، ودي اكسجين في النص ايثر. بس هنا الصفحه دي مش طالب مني غير اني اقول ايزومرز مسهله. طب نرجع للسؤال اللي فوق، الاورجانيك مولكيول اللي هي جيومتريكال، يعني ايه جيومتريكال، يعني بتكون سي دبل بوند سي، والكربونات الكربونه دي كايرال ودي كايرال، فلازم نقول ان هي كربون دبل بوند، وكل كربونه منهم فيها ديفرنت جروبس، يعني ما ينفعش هنا كلور وهنا كلور، لا، الكربونه دي ماسكه واحده مثلا اتش واحده كلور، او ماسكه في بروم وكلور، ايا كان، المهم لازم يكون الحاجات اللي عليها مختلفه. اوكي، سهله جدا جدا، اتمنى لكم كل توفيق وفي امان الله.